مساء الخير عليكم وعلى كل بيوت مصر وعلى كل مشاهدين برنامج خبيرة العقارات وعلى كل حد بيتابعني على وسائل السوشيال ميديا أو التواصل الاجتماعي زي الفيسبوك أو اليوتيوب أو انستجرام أو تويتر، وكل تعليقاتكم اللي بتبتدوا تبعتها لي وبنرد عليها هنا في الحلقة أو بنناقشها مع بعض على السوشيال ميديا. وعلشان كده النهاردة قررت أن أنا أعمل لكم لايف تبتدوا تسألوا فيه وأنا هرد عليكم أثناء اللايف وهو شغال في الحلقة. النهاردة احنا في نهاية او حلقتنا النهاردة في نهاية 2019، هنختتم 2019 بالسوق العقاري وهنفتتح 2020 ان شاء الله 1/1/2020 مع احداث مهمة جدا في السوق العقاري. خلينا نقول ملخص سريع عن 2019 وايه اللي حصل فيه. 2019 قابلنا زيادة في نسبة المبيعات، قابلنا زيادة في نسبة المعارض سواء داخل مصر او خارج مصر، قابلنا زيادة في الإنشاءات وفي حجم المشاريع اللي طالع جديدة، حجم المطورين اللي دخلوا جداد في السوق العقاري. عندي تعليق هنا، بالرغم ان في مطورين جدد دخلوا في السوق العقاري، بالرغم ان كان في حجم إنشاءات كبير جدا في السوق العقاري خلال 2019، بالرغم ان كان في شركات كتيرة جدا بتظهر، إلا ان السوق العقاري ما زال يحالفه العجز في الوحدات العقارية. عندنا عجز أكتر من 4 مليون وحدة عقارية وإحنا بنختتم 2019. من ضمن الحاجات أو التعليقات اللي كانت بتجيلي إن إحنا هل السوق العقاري رايح لفين؟ إحنا هنوصل لفين؟ طب نسبة المبيعات موجودة إيه في السوق العقاري؟ عندنا من المطورين بقى عندنا مشاريع كتير جدا فإحنا ما بقيناش نفاضل. كل ده هنرد عليه بالتفصيل في سنة 2020 إن شاء الله في أولى حلقاتنا، وهنرد بالتفصيل عن مشروع مشروع وعن حاجة حاجة. معايا الأستاذ أو رجل الأعمال أحمد الطيبي على التليفون دلوقتي، هيبتدي يقول رأيه معانا في 2019 ويبتدي يقول وجهة نظره في 2020 داخل علينا إزاي، ونسأله بعض الأسئلة مع بعض. أستاذ أحمد. أيوه. أخبار حضرتك إيه؟ الحمد لله، اهلا بيك يا فندم، اهلا بحضرتك. احنا مبدئيا كده بنختتم 2019 في السوق العقاري، هتقول لي كلمتين ملخص عن السوق العقاري في 2019 وبعدين نبدا نسال حضرتك عن اوضاع السوق العقاري. والله بصي، هو السوق العقاري في مصر الحقيقه السوق دايما طالع والسوق عليه طلب، نتيجه ان احنا عندنا طلب محلي موجود فعلا، في زياده عدد السكان بتحصل كل سنه، في زيجات بتحصل كل سنه، فبالتالي الطلب على العقار موجود. لكن يمكن اللي حسينا بيه السنه دي شويه هو نتيجه لزياده المعروض، المعروض زاد كتير، شركات كتيره دخلت، مدن جديده مطلوب تطويرها في فترات سريعه. تمام. فالعرض من هنا زاد شويه. العرض زاد استاذ احمد الطيبي، العرض زاد على يعني زاد في السوق العقاري ككل الدايره كامله ولا زاد في شريحه معينه؟ لا زاد في جميع الشرائح، بس هو زاد بالمقارنه بالانتاج اللي تم في سنه 2016 و17 و18. يعني السنه دي حصل طفره في المعروض من المنتجات العقاريه المختلفه. بالاضافه قابل دوت يمكن نوع من انواع ارتفاع مستوى المعيشه، اصلا قطع القدرات الشرائيه للناس، فوائد البنوك برضه لا زالت ال 14% اللي موجوده او 13% اللي موجوده عليها طلب، لكن هو في طلب على العقار. بس مقارنه الفايده ب 2018 و2017 فالطلب زاد على السوق العقاري، يعني الناس ابتدت تتجه انها تسيب فوائد البنك بعد ما كانت 20% وتتجه للسوق العقاري. ده اكيد وده حصل، ما انا بقول لك الطلب موجود، في طلب، لكن في بعض الشركات النهارده ما قدرتش تحقق المستهدف المبيعات بتاعتها اللي كان محطوط في الخطه، نتيجه لان المعروض شركات كتيره، في المعروض شركات كتيره ومنتجات كتيره مختلفه. فبالتالي حصل بعض الشركات حققت انخفاض في المستهدف بتاعها. يعني حضرتك شايف ان السوق العقاري في 2019 شاهد بعض التراجع في نسبه المبيعات مقارنه ب 2018. او مقارنه بالسنوات اللي قبل كده. تراجع في المبيعات بالنسبه للمطورين، لكن ليس هناك تراجع في الطلب. الطلب يمكن يكون زاد، لكن هو الطلب بدل ما كان بيتقسم على 20 شركه بيتقسم على 50 شركه. قول لي انهي المكالمه بحاجه للمشاهدين بتخص السوق العقاري في سنه في دخول 2020. انا اتوقع بالنسبه ل 2020 نمو في الطلب اكثر من كده. بتوقع برضه ارتفاع في الاسعار، ده هيحصل. بتوقع انخفاض في مده التسهيل من المطور.
بتوقع ان مبادره البنك المركزي هتؤدي الى تبسيط الاسعار، لكن في فئه معينه او في حته معينه من شرائح المنتجات العقاريه. حضرتك مستعد تناقش معانا القضيه دي في 2020؟ ان شاء الله باذن الله يا فندم. منتظرين حضرتك في 2020 ومتشكرين لحضرتك جدا. بنشكر الاستاذ رجل الاعمال احمد الطيبي رئيس مجلس إدارة شركة زلاند ديفلوبر، طبعا كنا استضفناه قبل كده وكل مشاهدينا أكيد عارفينه. معانا دلوقتي مداخلة من دكتور وليد عباس معاون وزير الإسكان، هيبتدي يقول لنا رأيه عن السوق العقاري في 2019 وهيقول رأيه عن السوق العقاري في 2020 وإيه الأحداث اللي قابلتنا في 2019 وممكن نوصل لفين المرحلة اللي جاية. أهلا بحضرتك. حضرتك احنا عايزين أول حاجة كده نعرف رأي حضرتك في 2019 بالنسبة للمواطنين والمطورين. والله احنا كنا احنا يعني دلوقتي الدولة بدأت تتحرك لمصر الجديدة من بداية من 2014 لحد 2019، يعني بحيث ان احنا في 2020 هنحط ايدينا بقى على اول الخطوات اللي هي اللي بتنقلنا لمصر الجديدة بمدنها الجديدة بالتطوير العشوائيات بالمساحات الكبيرة بمستويات الإسكان المختلفة اللي الدولة بدأت تساعد فيها من اول بقى الاسكان الاجتماعي فالمتوسط فالفوق المتوسط دعم الشركات مبادره البنك المركزي عندنا مجموعه احنا كبيره. خلينا نتوقف عند مبادره البنك المركزي ال 50 مليار اللي بتدعموا بيهم. تمام. المشاهدين دلوقتي اللي بيتفرجوا علينا مش فاهمين يعني ايه مبادره هيطلع فيها 50 مليار، فممكن حضرتك توضحها لنا؟ هو ببساطة جدا ان الدولة دلوقتي بتدعم الوحدات لحد 2 مليون دي ببساطة اللي هي الايه اللي هي ممكن حضرتك تشتري شقة وتتحول للتمويل العقاري، مش شرط ان انت تبقى اسكان اجتماعي او شقة بتكلفة منخفضة، لا احنا بنوصل لحد بنتخطى ال 2 مليون علشان تقدر تعمل لها تمويل وتوصل ل 15 سنة بفايدة 10% متناقصة. فطبعا ده هيساعد كتير جدا في تنشيط السوق العقاري، يعني دي من ضمن الحاجات المميزه جدا اللي حصلت في 2019. ده هيعمل رواج في 2020. طبعا. وهي هي جايه في مصلحه المواطنين والمطورين، يعني اعتقد ان احنا كده بنخدم الطرفين. بتخدم الاثنين. طبعا. يعني بتخدم المواطن وبتخدم المطور العقاري. احنا بنسهل للمطور الكاش فلو او السيوله اللي بيقولوا عليها، وفي نفس الوقت تمام. المواطن بنوفر له الوحده يقدر يحصل على وحده بسهوله بالمستوى اللي هو عايزه. هل لازم او شرط عندنا ان يكون الانشاءات متكامله ولا ممكن يكون تحت الانشاء؟ طبعا لا، شرط ان الانشاءات تكون متكامله، دي شروط المبادرات. بس هي عامه المبادره لسه بتتبلور بشكلها النهائي وتقدر بعد يعني لسه ما طلعتش بشكل نهائي او حتى الان ايه احنا هم تم الاعلان عن المبادره وجاري بقى ان هي تتحط في شكلها النهائي اللي يقدر نحط ايه الشروط المطلوبه والكلام ده كله، دي لسه ما طلعتش بشكل نهائي. طيب احنا عايزين نتكلم عن الاسكان الاجتماعي وهو اللي بيخص الفئه الاكبر من الشعب المصري او الطبقه الاكبر او الشريحه الاكبر. الاسكان الاجتماعي ايه ناويين نقدمه جديد؟ هو في فعلا دلوقتي اعلان الاسكان الاجتماعي في الفتره اللي فاتت، انا طبعا مش مولود بالاسكان الاجتماعي لكن احنا طبعا شغالين على مليون وحده. هيئه المجتمعات تقريبا لينا نصيب الاسد فيها اللي هو بنوصل لحوالي 600 او 700 لحد نوصل لحد 700 ده العدد كبير جدا من الاسكان الاجتماعي. نفذنا جزء كبير جدا، استلم عدد كبير من المواطنين الوحدات بتاعتهم على مستوى المدن الجديده كلها. يعني بنتابع مع المواطن حتى بعد التسليم، يعني بحيث ان احنا زي ما في صيانه بنحاول نوفر له وسائل المواصلات اللي تقدر توصله من والى الخدمات الوحده الخدمات يعني كل الخدمات طبعا بكل الامكانيات، لان يعني كان بيقابلنا قبل كده في السنوات الماضيه ان المشروع بيبقى موجود بس الخدمات مش موجوده فكانت بتقابل مشكله للناس. احنا لا احنا شغالين دلوقتي على خدمه ما بعد البيع والصيانه اللي بتحصل كمان بعد ما الوحدات تتسلم، بحيث دايما يبقى متابعين الوحدات ومتابعين الكيب الموجود في الموقع، متابعين ايه الخدمات اللي ناقصه بحيث ان احنا دايما نكون موفرينها بشكل مستمر. طب احنا محتاجين حاجه اخيره بقى انك تطمنا على مدن الجيل الرابع، خصوصا ان احنا داخلين على 2020 فمحتاجين بقى ان الناس تتفائل كده وتبقى داخله ببهجه. احنا مدن الجيل الرابع طبعا المرحله الاولى فيها تقريبا خلاص على وشك الانتهاء ان شاء الله 2020 تكون منتهيه بالكامل لعدد 14 مدينه، عدد ضخم جدا. احنا كل المدن اللي احنا طورناها من اول ما بدانا الهيئه في السبعينات لحد النهارده 24 مدينه من 2014 لحد الان،
14 مدينه من ضمن 30 مدينه شغالين عليهم، 14 يخلصوا ان شاء الله مرحله اولى في 26 20. تم الانتهاء منهم بالكامل، يعني نحب الناس طبعا تعمل زيارات ليهم لان هيفاجئوا بحجم الانجاز والشكل المختلف اللي احنا طورنا بيه المدن الجديده في الجيل الرابع، شكل سواء شكل المباني او مستوى الخدمات او مستوى اللاندسكيب او الطرق اللي احنا بنعملها، طبعا بعناصر اللي هي الانترنت فائق السرعه والحاجات اللي بتبقى بتقوي من شكل المدينه، كل ده طبعا احنا اشتغلنا عليه بقوه في الفتره اللي فاتت، ويمكن يعني ما بننامش تقريبا عشان تطلع بالشكل اللي احنا الله يعينكم. يعني هو يعني 14 مشروع ان هم يتسلموا في شهر 6، 14 مدينه ده تشمل كل مدينة اكتر من مشروع، يعني حضرتك من المرحله الاولى في العالمين 14000 فدان. اوكي 14 يعني مدينه من 2014 احنا في 2019. هو يعني عدد السنوات، وطبعا المطورين واللي بيتفرجوا علينا والناس اللي عندهم استلامات اللي بيتفرجوا علينا فاهمين يعني ايه 5 سنوات يحصل فيهم عدد المدن دي، وكمان فيهم مشاريع يعني احنا متقسمين صح؟ بالظبط كده. طب احنا محتاجين بقى حضرتك تطمن الناس او تقول حاجه للناس في بدايه 2020 وهيستقبلوا 2020 ازاي من ناحيه او من الجانب اللي يخص السوق العقاري. والله هو احنا شغالين فعلا على ان احنا نوفر للناس كل الاحتياجات بتاعتهم سواء من الوحدات السكنيه والخدمات، اللي احنا شغالين عليه بقوه بحيث ان احنا بنوعدهم ان شاء الله في 2020 ان مش هيبقى في صعوبه خالص ان انت تحصل على وحده، مش هيبقى في صعوبه ان انت تحصل على ارض، مش هيبقى في صعوبه ان انت تبقى قريب منك الخدمات اللي انت محتاجها، مش بس بنعمل مدن جديده لا وبنساهم كمان في تطوير المدن القايمه بحيث ان احنا يبقى عندنا شكل مختلف في المدن الجديده وكمان المدن اللي هي الموجوده فعلا دلوقتي الحالي. احنا بنشكر حضرتك جدا على مشاركتك معانا، وان شاء الله نستعين بيك واحنا بنصور مدن الجيل الرابع، وهننزل ونصور مدن الجيل الرابع دي علشان الناس انها تبتدي انها تتفائل. تفائلوا بالخير تجدوه. 2020 داخل علينا بكل خير، 2020 داخل علينا بآراء المطورين ان نسبة المبيعات هتكون فيها اقوى، نسبة الطلب هيكون فيها اقوى، في دعم من البنك المركزي ب 50 مليار، معاون وزير الاسكان وليد عباس ابتدى يطمنا، مدن الجيل الرابع، الاسكان الاجتماعي هيبتدي يحصل طفره في السوق العقاري اكتر ما كان حاصل معانا من منذ 2014 حتى الان. خلينا بقى نقول نخش على الجزء الثاني ان الاسعار عندنا ابتدت تنخفض. احنا ابتدينا من نهايه 2017 من 17 وبالتحديد شهر 8/2017 حتى شهر 9/2018، او نقول ممكن كمان وصلت لما يعني لمست في شهر 11، ان نسبه المبيعات كانت كبيره جدا في السوق العقاري بالرغم ان كانت فايده البنك مرتفعه، بالرغم والمفروض ان الناس تتجه لفايده البنك، بالرغم ان الاسعار العقارات ومواد الطاقه ومواد البنى كانت مرتفعه جدا. اللي احنا وصلنا له في خلال اخر شهرين من سنه 2019 ان مواد الطاقه انخفضت، مواد البناء انخفضت، سعر الحديد انخفض، الاسمنت انخفض، حتى السلع الاستهلاكيه الاكل والشرب وكل حاجه عندنا اسعارها انخفضت. فاللي بيقول ان العقارات متجهة اتجاه مش حلو بسبب زيادة الأسعار، أحب أقول لك أن العقارات منتعشة وما زلنا في السوق العقاري وفي السوق المصري أفضل استثمار هو السوق العقاري. لنا في العقارات حديث ولكن بعد الفاصل. رجعنا فقرتنا الرئيسية اللي هنقدم فيها، المفروض ان انا بختتم 2019 ما اجيبش سيرة المشاكل خالص ولا اجيب اي حاجة ممكن تزعلنا، بس انا كنت قصدة ان احنا نختتم سنة 2019 بجزء بسيط من المشاكل اللي بتقابل الناس وهم بيتوجهوا للشهر العقاري. الشهر العقاري اصبح ازمة بالنسبة للناس، اصبح الناس انا لو عايزة اروح شهر عقاري دلوقتي انا ممكن استغرق اليوم بالكامل، ممكن اضيع يومي كامل، ممكن حاجات كتير تفوتني علشان الشهر العقاري ده لو انا هخلص حاجه زي توكيل قضايا عام او ايا كان، لكن لو بوثق حاجه وحاجه هتستغرق وقت انا بقعد بالست شهور وبالسبع شهور وتقريبا ما بكونش خلصت. كل مره ببتدي ان انا اقضي اليوم كامل، فلو ضربنا يوم في ست سبع شهور يعني طلعنا رقم او عدد من الايام مهول.
وعدد الايام ده لو ضربناه في ساعات فطلعنا عدد ساعات مهوله، ده بالتالي ما بناخدش بالنا منه او مش كل الناس واصله لها المعلومه دي. انا لما اقصر او كمواطن اهم حاجه عندي، عامل اهم عامل عندي في الاقتصاد، كلنا عارفين ان اهم عامل عندي في الاقتصاد الكفاءه. الكفاءه اللي هو انا بوفر وقت، بوفر مجهود، بوفر يعني عشان اطلع كفاءه كويسه. فان انا اقعد اضيع كمواطن، احنا 100 مليون مواطن، لما نقعد نضيع كلنا اغلبنا عدد ساعات مهوله في عدد ايام مهوله في عدد شهور مهوله، اكيد بنأثر على الاقتصاد القومي واحنا مش واخدين بالنا. احنا الخمس دقايق واحنا ماشيين في المواصلات الصبح، لو كل واحد اتاخر على ميعاد عمله خمس دقايق في هنقول متوسط 50 مليون، يبقى الدنيا عندنا راحت في داهيه. خلينا نطلع نشوف التقرير دوت وعن مشاكل الناس اللي بتعاني منها في الشهر العقاري ونرجع تاني. مشكله في بطء في الورق، يعني بدوك الموظف الموظف والكلام دوت، انا عشان اجي اعمل لي ورقه ما تاخدش وقت، هختم من هنا وامضي هنا والكلام دوت. بس في ناس كبيره 60 سنه و50 سنه و70 سنه مش قادره توقف، فهم لو يعملوا مكتب لكبار السن انا مش هزعل. والله هو المكان نفسه، يعني المكان نفسه هو المفروض يتطور، ان احنا هنا في الجيزه المبنى ضيق، ويعني بيبقى في ناس مسنه ما بتعرفش تطلع ولا تنزل، يعني خلاص احنا طورنا من نفسينا، نبدا حتى نعمل حساب برضو الناس المعاقين ديت ان هي تعرف تطلع وتنزل. جاي دلوقتي الساعه 12 وعارف ان انا هاجي مش، لو كنا ممكن الساعه 8 الصبح تروح بقى تستنى لحد الفتره المسائيه، هو يكون احسن بقى في كده ان زي يعني ايه، يعني في اماكن بيبقى فيها نظام زي الشاشات وارقام والكلام دوت، نبدا ان احنا نعمل كده. يا رب تكون اخر مره للشهر العقاري. لا يعني تبقى في تسهيلات، احنا المفروض احنا عاملين توكيلات قبل كده واوراقنا، يعني انا بعيد توكيل تاني يعني عشان ضاع مني وكده، المفروض يبقى في يعني تسهيلات مش الدوخه دي، وبعدين روحي صوري بطاقه وارجعي صوري مش عارفه، طب ما تقولي صوري كل الحاجات مره واحده وانا صورها. هو التجربه بصراحه يعني صعبه جدا، يعني مجرد شغلانه بسيطه عدد وقت كبير جدا. يعني انا مثلا هقول لحضرتك انا جاي اعمل ايه، انا جاي اعمل اثبات تاريخ على عقد ايجار، هو اوريدي خلص، يعني انا دفعت الرسوم وكل حاجه، عشان استلمه من الساعه 9 الصبح بيقول لي تعالى الساعه 1. بص حضرتك كم العدد اللي فوق دول على كم عدد الموظفين، الناس دي كلها المفروض ما تلاقيش العدد ده فوق. انا هقول لحضرتك موقف تاني، واحده ست كبيره مش قادره تطلع خطوه السلم دي يعني. تمام، فقالت لي يا ابني معلش ساعدني وبتاع، الموظفه متحكمه انها لازم تطلع بنفسها. ايه المشكله لما شاب من الصغيرين اللي فوق يبص على الورقه ويتحقق منها على الباب هنا بدل ما تطلع، هي مش قادره تطلع. يعني انا متعذب ومتعطل مصالحي ومتعطل شغلي عشان اخلص حاجه صغيره زي كده، حاجه صعبه قوي يعني وحرام. طبعا اللي احنا شفناه دلوقتي هو مش جديد علينا، كل الناس فاهمه احنا بنقول ايه او ايه اللي بيقابلنا دوت، ايا كانت ايه الطبقه اللي بتتفرج علينا او ايه الشريحه اللي بتتفرج علينا او ايا كان انت مين وساكن فين وابن مين، كلنا بنعاني من مشكلات بتقابلنا يوميا في الشهر العقاري. لذلك بقى وزاره العدل قررت انها تعمل خطه تبتدي انها تطور بها الجمهوريه كلها على مستوى الجمهوريه. قالت انا الوضع ده مش عاجبني، يعني انا لازم اوفر الخدمات اللي الناس زي مثلا شهر عقاري، مصلحه الضرائب، مصلحه السجلات او عفوا الجوازات السفر، الناس تروح تطلع جواز سفر فتبتدي انها تتبهدل. قررت انها تعمل خطه شامله على مستوى الجمهوريه تطور بيها. طيب خلاص جميل، نيجي بقى للحاجه الثانيه او النقطه الثانيه. كلنا طبعا عارفين مين هو هشام طلعت مصطفى. هشام طلعت مصطفى صاحب مجموعه طلعت مصطفى او رئيس مجلس اداره مجموعه طلعت مصطفى او صاحب مشروع او مشروع مدينتي او مشروع الرحاب، وكلنا طبعا عارفين مشروع سيله في العاصمه الاداريه اللي هو تقريبا على 500 فدان. هشام طلعت مصطفى في الاغلب يعني انا مش هحكي لكم عليه، بس خلينا برضو نقول كلمتين. هو ماشي على مبدأ معين، المبدأ دوت أنا لازم أوفر الخدمات بإمكانيات عالية بجودة عالية وهي تساوي الكفاءة بالنسبة للمواطن المصري، لأن كل ما هديله كل ما المواطن المصري هيساعد في الاقتصاد المصري فيبتدي أنه هو ينتج أكتر أو يقدم منتج بشكل أفضل.
طيب ده ليه علاقه بالسوق العقاري؟ اه ليه علاقه بالسوق العقاري. ده ليه علاقه بيا كمطور؟ اه ليه علاقه بيا كمطور. انا لما يبقى عندي مدينه زي مدينه الرحاب ومتواجد فيها مثلا تقريبا 200,000 نسمه، لو ال 200,000 نسمه دول انا ابتديت ان انا اقدم لهم خدمه تخليهم يوفروا وقت ويوفروا مجهود، يبتدوا يكونوا مرتاحين نفسيا على المستوى المعيشي، اكيد ال 2000 نسمه دول او ال 200,000 نسمه هيبتدوا ان هم يساهموا في الانتاج المصري كل واحد بطريقه عمله، ان هو بوفر له وقته في المرحله الجايه. هشام طلعت مصطفى برضو من ضمن الحاجات اللي ماشي عليها او من ضمن مبادئه ان لازم يكون العميل عايش على مستوى رفيع. انا مجرد ان انا ببيع له او ان انا بسكنه عندي في مدينه من المدن بتاعتي، مش معناها كده ان انا سلمت مشروع وخلاص وخدماته تمام وزي الفل والجزء التجاري جميل جدا فماليش علاقه. الحقيقه ان هو بيبتدي كل فتره يعمل دوره على المدن بتاعته ويبتدي ان هو يطور ويعمل يعدل في الصيانات بتاعت الاماكن بتاعتهم. وطبعا انا الكلام ده مش انا اللي بقوله، الكلام دوت هنسمعه من الناس اللي ساكنه في مدينه الرحاب وهنسمعه في الحلقات اللي جايه من الناس اللي ساكنه في مدينتي، هم اللي بيقولوا الكلام ده بنفسهم. هشام طلعت مصطفى اول ما لقى وزاره العدل ابتدت انها او قررت ان هي تعمل خطه لتطوير الجمهوريه، المجموعه عنده على طول فورا ابتدت انها تتقدم بطلب بعمل مكتب شهر عقاري في مدينتي وفي الرحاب علشان يوفر الخدمه كويسه جدا للمواطن المصري. بس خلينا نقول بقى حاجه تانية، ان هو فعلا ما قدمهاش للعميل بتاع مدينتي بس ولا الرحاب بس، هو فتح الخدمه لجميع المواطنين المصريين، ان نستقطب جميع المواطنين من بره اللي عندهم بتقابله مشكله وقت او بتقابله مشكله ازدحام في الشهر العقاري وان يومه بيضيع، تقدر ان انت تيجي في المكتب اللي تم افتتاحه في مدينتي وتم افتتاحه في مدينة الرحاب. مكتب الشهر العقاري اللي تم افتتاحه في مدينتي كان تقريبا من 7 شهور، أما مكتب الشهر العقاري اللي تم افتتاحه في مدينة الرحاب كان اليوم الخميس الموافق 12/12/2019، قرر أن ينهي 2019 بتقديم هدية للمواطنين المصريين. أنا مش هتكلم عن الافتتاح، خلينا نطلع نشوف دلوقتي الافتتاح ونرجع تاني. خير عليكم وعلى كل بيوت مصر. النهاردة هنقدم حلقتنا من قلب مدينة الرحاب، من قدام الشهر العقاري أو فرع جديد للشهر العقاري افتتحوا النهاردة، مش هنقول عليه مطور، هنقول عليه الكينج هشام طلعت مصطفى في قلب مدينة الرحاب. خلينا نقول حاجة قبل ما نتكلم عن الشهر العقاري، أي حد بيبتدي إن هو يسلم مشروع، احنا كلنا عارفين الرحاب أو مدينة الرحاب اتسلمت بقالها قد إيه، اي حد بيسلم مشروع ما بيهتمش قوي بالخدمات او لو بيهتم ما بيحاولش ان هو يعمل ابجريد لاي حاجه موجوده عنده. ان انا اسلم مشروعي كلنا على علم مدينه الرحاب اتسلمت من قد ايه، وابتدي ان انا احول المدينه لمدينه ذكيه وابتدي ان انا افتح فيها فرع بالمنظر اللي احنا هنشوفه دلوقتي حالا في الشهر العقاري، انا متاكده ان ما شفناهوش قبل كده. فرع احنا واحنا داخلين مش داخلين شهر عقاري متعودين عليه، احنا داخلين مكان، انا والله وانا داخله كنت معتقده ان انا داخله شركه عقارات مش مكتب او فرع لشهر عقاري. خلينا نروح نشوف الفرع عامل ازاي ونرجع نكمل على طول.
اي فرع في شهر عقاري انا متاكده ان انتم مش هتلاقوا حاجه زي دي كده موجوده في البنوك، مش موجوده في فروع الشهر العقاري. احنا دلوقتي هنعمل كانسل، هنبتدي ان احنا ندوس عربي او انجليش على حسب ما انت ما بتختار، وبعد كده هتاخد الرقم بتاعك وتبتدي ان انت تروح على الشباك. اللي احنا هنشوفه في الشباك دلوقتي ان الشباك عندنا برقم، عندنا سبيكر بيتكلم بيقول الرقم بتاعك ايه، يعني خدمة متطورة موجودة في قلب مدينة او مدينة الرحاب اللي تسلمت بقالها سنين. مدينة الرحاب اللي تسلمت بقالها سنين، المفروض ان اي مطور عقاري وهو بيسلم المدينة بتاعته مجرد ان ما بيسلم خلاص ستوب، انا ما بحتاجش ان انا اعمل ابجريد على السيرفيس بتاعتي او ان انا اطور في المدينة. لكن خلينا نقول ان سكان الرحاب نفسهم اللي هناخد دلوقتي ارائهم هم اللي بيقولوا ان المدينة كل يوم فيها تطوير، وادي الدليل مكتب الشهر العقاري. معايا مستر مصطفى عبد الرحمن مسؤول نظام مركز المعلومات في الشهر العقاري، هيبتدي يشرح لنا بالتفصيل دلوقتي احنا واحنا داخلين من باب الشهر العقاري هنعمل ايه، علشان في ناس كتير مننا او نقول ان ده لاول مره او لتاني مره بعد مدينتي يكون موجود معانا في مصر شهر عقاري بالنظام دوت. اهلا بحضرتك. احنا عايزين دلوقتي نبتدي نشوف من اول ما العميل داخل هيبتدي الاجراءات اللي يعملها لغايه ما يوصل للشباك. هو حضرتك اول اجراء بيعمله بيدخل طبعا على المكان هنا، بيدخل الرقم القومي بتاعه، اول حاجه طبعا بيختار الخدمه اللي هو عايزها، سواء مثلا لو هيعمل توكيل رسمي عام. توكيل رسمي عام دلوقتي اللي هنعمله. تمام. بيدخل البيانات الرقم القومي، يمكن دي من احدث الخدمات اللي احنا قدمناها، ان المواطن وهو داخل مكتب التوصيل يدخل بيانات الرقم القومي بتاعه عشان تبقى المعامله بتاعته مربوطه عليه، ما يقدرش حد ثاني يقدر يعملها. المعاملة بتاعته مربوطة عليه، ان محدش يقدر يخش مكانه او اي حاجة. بالظبط كده. تمام. طيب ورينا كده بنضرب الرقم القومي. انا خدت بالي حاجه برضو ان احنا واحنا لو غليتنا في الرقم بتدوس زي الموبايل بالظبط، بتجيب السهم مكان ما بين الرقمين وتكمل الرقم بتاعك. احنا الرقم بتاعنا كام؟ الرقم بتاعنا 36، المفروض ده اللي ظهر دلوقتي. اوكي دوت. لو انا خلينا نقول في حاجه هنا معموله لكبار السن. بالظبط كده يا فندم. لو البطاقه نفسها لو لشخص كبير السن، هو السيستم اوتوماتيك بيديتكت ان هو ده كبير السن ويدخله في اولويه على اي شباك للموظفين. يعني انا لو واخده 36 وفي كبار السن، الجهاز بقى هو اللي بيعرف هو ولا من الرقم القومي؟ تمام. عدى 62 سنة فبيدخلوا أولوية على الشباك. زاوية الكبار اللي سنه الكبير أو لحالته الصحية طبعا بيدخلوا أولوية على الشباك. وأنا أنتظره. طب احنا عاملين سن بيبقى معروف طبعا على الشاشة إن ده داخل كبار سن. لو حضرتك بصيتي حتى على الشاشة هنا. تمام. خلينا نشوف الشاشة. 302 هنا ظهر كبار سن. كبار سن. ليه أولوية إن هو يطلع الشباك على طول. ليه أولوية؟ تمام. الزاوية بقى الاحتياجات الخاصة. زاوية الاحتياجات الخاصة طبعا هو بيدخل لمدير المكتب، هو الخدمة طبعا مش موجودة على المكتب، يعني بيدخل لمدير المكتب هو انتوا ناويين تعملوها برضو وهيبقى برضو من الأولويات صح؟ طيب خلينا احنا دلوقتي هننتظر. احنا الأرقام كام؟ 34 32 35 آخرنا 35 36 36 جت. طب خلينا نشوف على الأول. مساء الخير. احنا دلوقتي معانا الرقم صح ومعانا البطاقه. المفروض بقى ايه اللي انا بعمله دلوقتي؟ حضرتك دلوقتي هنا الموظف بيتاكد من حضرتك ايه الاجراء اللي حضرتك عايزه تعمليه والاوراق المطلوبه ليه ويراجعها مع حضرتك ويبدا بعد كده في انشاء المعامله على البرنامج. طب نقول دلوقتي احنا هنعمل توكيل ولا نعمل ايه؟ توكيل. اسمع خلينا نعمل توكيل. قرارات موثقة. تمام. يبدأ يدخل الرقم القومي بتاع صاحب الشأن اللي قدامي. أحيانا بيبقى مسجل عندنا.
طبعا لو حضرتك عملت التوقيع لو عملت قبل كده اي معامله على مستوى الجمهوريه بيبان بتظهر هنا عيني. وحضرتك بعد ما دخل بيانات حضرتك من واقع البطاقه طبعا بيدخل بيبحث عن بيانات حضرتك في قاعده البيانات، لو حضرتك عملت اي توقيع في اي مكتب ممكن على مستوى الجمهوريه بيظهر بيان حضرتك هنا. بياخد البيان ده ويكمل عليه ويراجع حضرتك، وبعد كده بيدخل بيانات الطرف الثاني اللي حضرتك عايزه تعمل له التوكيل. تمام، بعد ما يخلص يدخل بيانات الطرف الثاني بيدخل بقى الموضوع نفسه حضرتك عايزه تعمل التوكيل فين، لو تبين قضايا في قضيه معينه او في مثلا في جميع القضايا. اختار الموضوع بعد كده طبعا بيروح يعمل تهدير وانا بضيف عليها براحتي الصيغه ثابته وانا بضيف عليها براحتي بالظبط. لو عايزه تعدلي اي حاجه تحذفي منها تضيفي اي حاجه بتضيف معاها. تمام بعد كده حضرتك بتدخلي على تهدير الرسم، طبعا دي تهدير رسمي آلي لكل المعاملات ما بيحتاجش لوظيفه مقدر رسم، دي من ضمن الخطوات اللي احنا اختصرناها ان دلوقتي مفيش مقدر رسم، السيستم اوتوماتيك هو اللي بيحسب ايه معادله الرسم. طبعا بعد ما بيخلص معادله الرسم حضرتك بتدفعي في الخزنه وبعد كده بتيجي تكملي المعامله هنا. الخزنه برضو بتحولني برقم ولا ولا انا بروح بقى بقف طابور؟ روحي لا ما فيش طابور ان شاء الله، يعني الموضوع ماشي على طول ما فيش طابور. بتخلص يعني البصمه بده ولا بده؟ اليمين يا حبيبي على طول. تمام كده هيبقى انت ترجع بياخد البصمه بتاعت حضرتك، هيحط البصمه دي اشعه مش بصمه. ما دي كانت بديل البصمه الحبره اللي هي كانت بتضايق الناس الاول، طبعا دي بصمه الكترونيه لاول مره تستخدم في مصر فيها الكترونيه بصمه الاصبع الواحد. بعد المحرر بعد كده بعد ما بيخلص بيعتمد المحرر طبعا ويطبعه لحضرتك عشان ممكن طلع لنا في حد بيتحرك ده موظف دعم خلف موجود على مدار اليوم في المكتب، لا هي اعطال موجوده في المكتب وهو بيحل المشكله بحيث المواطن ما يتعطلش. لا عشان يعني انا عندي مشكله دلوقتي وانا قاعده مع الموظف نفسه حصل مشكله في السيستم او في السيستم اي حاجه بالظبط هو بيبقى موجود سبورت لاي مشاكل بتحصل في المكتب. طيب كده ما يحصلش في اي عقد في المكتب على مستوى يوم العمل. طيب ده جميل، ده كده انا خلصت صح؟ اوقع؟ المفروض اوقع صح؟ تمام خدوا التوقيع ده واعملوا اللي انتوا عايزينه ماشي؟ فين اختمها منين؟ تمام مدير المكتب فين؟ كان دلوقتي فين هنروح نختم التوكيل من عند مدير المكتب ودي اخر مرحله خلاص في المكتب. دلوقتي انا كده خلصت اخر مرحله وهي الختم وهبتدي اقول باي ونطلع بره الفرع الجديد. تقريبا الموضوع ما اخدش اكتر، انا من ساعه ما دخلت وشرح لي وقفنا على فكره وفعلا في الدور حقيقي، يعني ما الموضوع 3 دقائق بالظبط وقفنا في الدور حقيقي طلعنا البطاقه غلط في الرقم القومي وهو بيحطه انتظرنا رحنا على الشباك ودلوقتي خارجه من المقر. الموضوع كله اخذ 3 دقايق. خلينا اي حد بيتعطل او اليوم بتاعه بيضيع خلينا نيجي هنا ونبتدي بقى نشوف نظام كويس فعلا هتبقوا مبسوطين بيه جدا. باي باي. طبعا هو كل خدمة تتحط زيادة في الرحاب تبقى حاجة أجمل وأجمل، حلوة جدا يعني هي بقت متكاملة يعني. مكتب البريد حلو جدا يعني أكيد الناس اللي بتستخدم اللي هو شهر العقاري والحاجات دي تبقى قريبة منهم فإن هم ما ينزلوش أماكن بعيدة وياخدوا بقى الطرق الصعبة والزحمة وكده، فإن هي حاجة متوفرة هنا في المدينة اللي هم عايشين فيها فأكيد دي حاجة كويسة جدا يعني. فحاسة إحنا هننجز أسرع يعني في الخدمات كويسه. طبعا هو لسه مفتتح من يومين تقريبا ويا رب يبقى ناجح ان شاء الله. طبعا اللي احنا شفناه دلوقتي حاجه في منتهى الروعه، حاجه اللي انا شايفاه ده مش مكتب شهر عقاري خالص، ده نقدر نقول عليه بقى فندق، شركه،
وشركة مطور كمان، يعني مطور فاهمين، ان احنا نبص على مكتب شهر عقاري بالديكورات دي، بشكل المكاتب دي، بالسقف الصائد. ده انا بتكلم في تفاصيل عشان احنا بنتكلم على عقارات يا جماعة، يعني بالسقف الصائد، بشكل الاسبوتات دي، بالمكنة اللي احنا شفناها حالا ان هي تسجل بالرقم القومي بكل حاجة. نقف بقى عند هنا. وكمان انا عملت قدامكم دلوقتي العملية كلها تستغرق قد ايه. والله ما ضحكت عليكم في اي حاجة. انا دخلت ضربنا الرقم مع بعض، دخلت قعدت استنيت. احنا طبعا كلنا دلوقتي شفنا قد ايه الشهر العقاري كان، او مكتب الشهر العقاري والتوثيق كان زحمه. ما حبيتش ان انا اصور في يوم اجازه او ان احنا نبقى فاضيين او اي حاجه. احنا في ناس اخذنا رقم، وقفنا استنينا دورنا. العمليه لا تستغرق اكتر من دقيقتين. هننزل بعد فتره وبعد كذا شهر ونبتدي نشوف برضو العمليه تستغرق معانا قد ايه. بس انا اللي انا حابه اقوله، او انا اشكر بالنيابه عن نفسي وبالنيابه عن مشاهدين برنامج خبيره العقارات هشام طلعت مصطفى، انك تقدم خدمه بالشكل دوت للمواطنين. ويا ريت لو كل المطورين يعملوا هذا الشكل، لو مش هقول اعملوها في كل مشاريعك، ولو كل مطور عنده مشروعين ثلاثه تعمل لي الموضوع دوت في مشروع واحد، احنا هنساعد مصر في حل ازمه كبيره جدا. احنا 100 مليون مواطن وزياده عن كده كمان، بالناس اللي موجوده معانا من الدول الاخرى في مصر. لو كل واحد مننا او كل مطور مننا قدم الخدمه دي او قدمها للمواطنين التانيين من مصر، فعلا احنا هنحل ازمات كبيره جدا، وكلنا هنكون بنساهم في الانتاج القومي او الاقتصاد القومي. بجد احنا بنشكر حضرتك، والشكر اللي احنا سمعناه دلوقتي من الناس دي كلها، ومبسوطين. حتى الجناين الصغيرة انك تهتم بيها بالشكل ده، وانك تعمل وتهتم بالخدمات في الاماكن التجارية بالشكل ده. الفترات اللي جاية هنبتدي ان احنا نصور كل الخدمات ونوريها للناس كلها، لكي يستفيد بعض المطورين الجدد في السوق العقاري ازاي يكون متواجد وله اسم وله سمعة جيدة في السوق العقاري. بس خليني قبل ما نخلص الفقرة دي هنسأل سؤال أو هنوجه حاجة ونبتدي نشوفها. هل هناك بشرة جديدة لسكان مدينتي وسكان مدينة الرحاب؟ انتظرونا في 2020 هيرد علينا بنفسه هشام طلعت مصطفى. لنا في العقارات حديث، ولكن بعد الفاصل. دلوقتي احنا جينا لفقرة اسأل جنى. طبعا انا النهاردة طلعتها لكم لايف، واحنا قبل ما ابدأ الحلقة على طول قلت لكم ابتدوا ان انتوا اسألوني وانا هرد عليكم مباشر على الحلقة، او اثناء الحلقة هقول لكم ايه الرد. خليني اقرأ معاكم كده بعض التعليقات اللي جات لي منكم حاليا، وابتدي ان انا ارد عليها. وادينا اهو انا باخد منكم تعليقات وهرد عليها. في حد بيسأل، بيقول محمد عادل بيسأل جنى، هو شقق الإسكان الاجتماعي هتطرح إمتى؟ إحنا شقق الإسكان الاجتماعي في الإعلان الـ 12 آخرها بكرة. إحنا النهاردة الأربع، بكرة آخرها يوم الخميس. حاسب بقى يعني وركز كده كويس، آخرها يوم 25/12 اللي هو بكرة. تكون مخلص أوراقك، تكون واخد كراسة الشروط، تكون عامل كل حاجة، ولو في مقدمات بيطلبوها منك أو حاجة تكون مخلصها، لأن نهاية الإعلان هيكون غدا إن شاء الله. فاللي ملحقش إعلان الإسكان الاجتماعي يحاول يصحى بدري قوي ويروح، وإن شاء الله تكونوا موفقين. في حد تاني بيقول لي، محمد أبو رحيل بيقول لي تراجع كبير في سوق العقارات، إيه أسبابه؟ هو تراجع كبير في سوق العقارات، هل انت تقصد بنتكلم على تراجع طلب ولا تراجع مبيعات؟ لو تراجع طلب، لا هو ما فيش تراجع على السوق العقاري ولا الوحدات العقارية. احنا عندنا عجز فوق ال 4 مليون وحدة سكنية. اما لو بنتكلم على تراجع المبيعات، فده وضع طبيعي جدا ان اي سوق او اي حاجة بيحصل فيها تراجع شوية. بس خليني اقول لك ايه الاسباب. الاسباب من التراجع ان عدد الشركات السنة دي كلهم بيستثمروا في مكان معين، وهي النيش ماركت او الشريحة القليلة جدا اللي هي المرتفعة قوي. اغلب الشركات او اغلب المطورين كلهم بيتنافسوا عليها،
وتقريبا اخر حلقتين واحنا بنتكلم كانت شركه جي في كانت معانا بتقول انها ابتدت انها تارجت جميع الطبقات. معانا في حلقه النهارده بصوت هشام طلعت مصطفى وهو بيقول انا بتارجت الشريحه الاكبر وهي البي والبي بلس وببتدي ان انا اعمل جاهدا على باقي الطبقات. ومعانا مطورين كتير ابتدوا ان هم يقولوا بنستغل الوضع ان احنا نتارجت باقي الطبقات. معانا علي الشرباني شركه تبارك ابتدى يقول ان انا هتارجت الطبقات القليله وان انا عايز اعمل مشروع الوحده فيه 390,000 وعايز ان انا اقدر اساهم في الجزء ده. فهو مش تراجع في المبيعات، بالعكس احنا نسبه المبيعات كانت كبيره عندنا جدا السنه دي، ولكن حصل تراجع في نسبة المبيعات داخل الشركات وليس داخل السوق العقاري. في حد بيسأل اسمه سعيد عواد بيقول توقعاتكم للسوق العقاري الفترة المقبلة ايه وايه هي وسائل تحريك السيولة، تحريك السيولة الضعيفة. انا مش فاهم يعني ايه وسائل تحريك السيولة الضعيفة، بس خليني اقول لك ايه توقعات السوق العقاري في 2020. توقعات السوق العقاري في 2020 زيادة نسبة تصدير العقار، زيادة نسبة المبيعات، زيادة في الطلب، وما زال العجز موجود ولكن ليس يقابلها زيادة في الأسعار. سوف يعني خلينا نقول ان المشاريع اللي طلعت هي اللي بتزيد أسعارها وبتكسب من وراها، لكن المشاريع الجديدة اللي هتكون طالعة جديدة او المراحل اللي هتطرح جديدة الأسعار فيها مش هتزيد، فهتكون حاجة كويسة جدا بالنسبة لكم، وان شاء الله كلنا نقدر نحصل على وحدة. وتوقعاتنا في السوق العقاري ان السوق العقاري هيبتدي يفهم العميل كويس قوي، وان احنا محتاجين نتارجت جميع او نستهدف جميع الطبقات وليس طبقة واحدة. وطبعا الدولة ورئيس الوزراء ابتدوا يعملوا جاهدا على الشريحة المتوسطة وهي الشريحة العريضة من السوق العقاري، ان هم يقدموا ليهم الوحدات العقارية بالخدمات العقارية قبل الوحدات العقارية، وده ما بيعملهوش إلا اللي عايز يقدم حاجة فعلا، حاجة شاملة، مش حاجة ان انا بقدم وحدة، لا انا بقدم خدمات قبل ما اقدم الوحدة العقارية علشان تقدر ان انت تستغلها وتعيش فيها. عندي من ضمن الحاجات اللي جات لي، امتى اقرر اشتري؟ عماد معايا استاذ عماد بيقول امتى اقرر اشتري في العاصمه الاداريه من الشركات اللي بتنفذ مشروعات هناك، وازاي اضمن انه ما يحصلش نصب، وتنصحيني اوصل للشركه صح ولا لا؟ خليني اقول ان امتى تضمن انك تشتري في اي وقت ايا كان الشركه العاصمه الاداريه او اي شركه. دايما المدن الجديده هي اللي اسعارها بتزيد، دايما المدن الجديده وطرح المشاريع، خد المشروع في بدايته في طرحه هتلاقي فيه زياده كده كده في خلال 3 شهور او مع انتهاء المرحله بيكون في زيادة طبيعية بتصل ل5% مع طبعا العوامل الأخرى الاقتصادية اللي بتبتدي إنها تزود الأسعار. مع حاجتين مهمين، مين الشركة الصح، مين الاسم الصح، سلمت إيه قبل كده، تاريخها إيه في السوق العقاري، وده اللي هنكون معاكم خطوة بخطوة فيه في قلب السوق العقاري في 2020. ومعانا المطورين كمان هيبتدوا يقولونا عن حاجات كتير. وطبعا في حد بيتكلم بيقول لي انا مش عارف 2019 كان فيها عدد كبير جدا من الشركات، هي دي حاجه تكون مظبوطه ان عدد الشركات الكتيره دي تظهر؟ ده حاجه كويسه جدا، ولان الاستثمار في السوق العقاري، ودي بقالي كذا حلقه بقول لكم عليها، الاستثمار في السوق العقاري هو افضل استثمار في مصر حتى الان. كلنا نثق في الشركات، بس اهم حاجه انك ما تروحش على سؤال صاحبك او جارك، روح انت واسال بنفسك وانزل على ارض الواقع وكلمنا وهنساعدك وهنبتدي ننزل معاك، ومش هنتحايد لحد، انا مش هقول لك روح اشتري من ده ولا روح اشتري من ده، احنا هننزل نوريك على ارض الواقع ونوري كل المشروعات. في حد بيسال من الشركات، وده معلش هستأذنكم ان ده يكون اخر سؤال، وهكمل معاكم لايف على الفيسبوك ان شاء الله بعد انتهاء الحلقه لو حد عايز يسال تاني. حد بيسال من الشركات الموثوق فيها في قلب السوق العقاري، انتظرني في 2020 هتعرف مين الشركات الموثوق فيها، وبشهاده مني ومن الناس اللي ساكنه في قلب المشاريع، مش مجرد ان انا هجيب لك مشروع او مطور واقول لك دي شركه موثوق فيها، او ان انا انزل اصور شوية مباني على الأرض وأقول لك دي شركة موثوق فيها، لا أنا هدخلك
معايا في قلب المشروع وهنخبط على السكان ساكن ساكن ونعرف منهم هل المشروع ده موثوق فيه ولا لا، حتى لو كان الاسم جديد جدا. ودي كانت آخر الأسئلة معايا في فقرة اسأل جنى، ولا أنا في العقارات حديث، ولكن بعد الفاصل. خليني أقول لك أعرف حقك ببعض الملخصات عن 2019 وبعض الإرشادات ل 2020 في السوق العقاري. من حقك عليا أنك تعرف أن السوق العقاري في خلال سنة 2019 شهد بعض التراجع في نسبة المبيعات. السوق العقاري في خلال 2019 زاد الطلب فيه على الوحدات العقارية. السوق العقاري في خلال 2019 زادت فيه نسبة المعارض العقارية خلال داخل مصر وخارج مصر، لأن كانت بتحاول أنها توصل للعميل بالشركات على أرض الواقع. السوق العقاري في خلال 2019 شهد مؤتمر من تعاونيات الإسكان بتدعم به طبقة كبيرة من الشعب أو كل الطبقات من الشعب، أن هي تقدر أنها تشارك كمجموعة زي ما قلنا 30 فرد مع بعض، أن هم يطلعوا مبنى ويبتدوا يشاركوا فيه، وكل واحد يشارك بإمكانياته، مش لايق ومش إمكانيات مادية بس، لا أنت ممكن تشارك بإمكانياتك الحرفية علشان توفر تكلفة. 2019 تقدمت مبادرة من البنك المركزي ب 50 مليار جنيه للسوق العقاري كدعم للتمويل، بس خلينا نقول مبدئيا أن هتكون لازم الوحدة تكون خلصانة، يعني حضرتك هتكون بتستلم لغاية ما يبتدوا يعملوا يحاولوا يشوفونا طرق أخرى لفئة أكبر من الناس. 2019 قدمت الإعلان الـ 12 للإسكان الاجتماعي، وهيبتدي ينتهي بكرة أو غدا إن شاء الله يوم الخميس الموافق 25/12/2019. أما التوقعات للسوق العقاري في 2020، وافتكروا إن أنا قلت لكم الكلمة دي، لكن خلينا نقول 2020 هنبتدي نستقبلها بزيادة في الطلب على السوق العقاري، زيادة في نسبة المبيعات على السوق العقاري، زيادة في حجم الإنشاءات والتسليمات في السوق العقاري. أما بالنسبة لباقي الأسعار فهي هتنخفض، بالنسبة لمواد البناء والطاقة هتنخفض في 2020 أكتر من دلوقتي، وهتكون حاجة مبشرة لجميع المطورين، وهتكون بتساعدهم طبعا على التسليمات في المواعيد، وهتكون حاجة مبشرة أيضا للعملاء اللي حابين إن هم يرغبوا في وحدة سكنية جديدة. أما نصيحتي ليك في نهاية 2019 وبداية 2020، اتجه للمدن الجديدة لأن نسبة الأسعار فيها بتزيد وإنت اللي بتكسب كمستثمر. بس خلينا زي طبعا ما كل مرة بنقول، نختار مين الاسم، مين المشروع، مين المطور، وفين وبدأ إزاي. لنا في العقارات حديث، ولكن بعد الفاصل. طبعا فقرة سبوت النهاردة حبيت ان انا اقدمها هدية لهشام طلعت مصطفى زي ما قدم لنا هدية، وهي الشهر العقاري. فخلينا نقول ان فقرة سبوت النهاردة احنا هنجيب مدينة الرحاب، برغم ان هي مدينة الرحاب اتسلمت وبرغم ان كل الناس ساكنة، الا ان الناس واحنا نازلين بنسألهم هم اللي بيشكروا بنفسهم في الخدمات وفي مستوى المعيشة وفي كل حاجة بتتوفر ليهم في داخل مدينة الرحاب. هنبتدي دلوقتي نشوف مدينة الرحاب معانا على أرض الواقع، والسكان في مدينة الرحاب بيقولوا إيه، ولا أنا في العقارات حديث، ولكن الحلقة القادمة. هشام طلعت مصطفى هو أحد أبرز وأكبر رجال الأعمال في مصر والشرق الأوسط. قدم هشام طلعت مفاهيماً غير مسبوقة للسوق العقاري، فقد كان هو أول من أقام مدينة سكنية متكاملة الخدمات يتم تطويرها بواسطة القطاع الخاص، مقدماً رؤية للحياة في مصر متجسدة في مدينة الرحاب بالقاهرة الجديدة، والتي تمتد على مساحة 10 ملايين متر مربع وتتسع لاستيعاب 200 ألف نسمة، ويتوفر بها كافة الخدمات والمرافق التي يحتاجها السكان، الأمر الذي جعل من الرحاب قصة نجاح فعلية في مجال التطوير العمراني ونموذج فريد يستحق الدراسة.
الرحاب لما ابتدينا فيها سنة 95 ما كانتش موضوع سهل أبدا، يعني لأنه ما كانش المجتمع مهيئ للوضع ده، وإحنا كمجموعة ما كانش تولدت عندنا الخبرات الكافية إن إحنا ننشئ عملية المدن. فالموضوع ده خد مننا مجهود كبير جدا في بدايته، إن إحنا حطينا برنامج قوي جدا إن إحنا إزاي نخلق المدينة متكاملة. الحمد لله ربنا وفقنا توفيق كبير جدا، اشتغلنا مع مجموعة من المخططين العالميين في ذلك الوقت 95-96، ثم ابتدينا ننفذ أول مرحلة 97. كان التحدي الكبير اللي كان بيلاقيني في الوقت ده إنه إزاي أخلق الحياة في الصحراء، يعني الموضوع ده ما كانش موضوع سهل جدا. الخدمات اللي لفت نظري قوي فيها الجناين والزهور والرعاية بالحدائق والأشجار، دي لفت نظري جدا وحلوة قوي قوي. خدمات في الرحاب طبعا هنا يعني كمدينة متكاملة ممتازة، يعني فيها المواصلات، فيها الخدمات أكتر في السوق، وما زالوا بيفتحوا برضه في أسواق زي السوق الشرقي وكلام ده، الحاجات دي كلها ميزة للرحاب طبعا. فيها كل الخدمات بصراحة، نوادي، مدارس، الأكل، السوق، الحاجات دي كلها بتوفر لي يعني وقت ومجهود، في حاجات كتيرة بتتفتح، وبعدين بيهتموا برضه بالصيانة والجنان، وبيعودوا يطوروا في الأماكن اللي بيفتحوها أصلا، وحاجات اللي هي مش ماشية قوي بتفتح حاجات بدلها أحسن، وبيعودوا يهتموا يحافظوا على نظافتها ويحافظوا ان هي تفضل دايما في مستوى كويس. يعني عاملين يعني حاجات كويسه جدا، المواصلات انا مبسوطه بيها قوي، خدمه حلوه قوي، والنظافه حلوه قوي، كله كويس يعني، كله تمام. I came to Egypt like 20 years ago. I have never seen anything like this in Egypt. It's very clean, very welcoming. The service is really great. It's been a really nice experience. I think that there's a good sense of community, and they seem to be putting a variety of restaurants and shops, walking places. It seems like a safe place. There's a lot of mosques, and there's a lot of people that are kind of out and about with their families. I think the variety is really good. مدينة متكاملة من كل حاجة، فيها كل الخدمات اللي مش بتخليكي يعني تطلعي برا خالص المدينة، سواء للولاد، أمان، مولات، تسوق، كل حاجة.